تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. نخلص من خالد فطوطه، يطلع لنا احمد جمالات. احمد جمالات زارع الفتنه الحقيقي في مصر. اذا كان فطوطه زارع فتنه، فاحمد جمالات زارع فتنه بنسبه اكبر بكتير واخطر بكتير على المجتمع الرياضي وعلى الشارع الرياضي. احمد جمالات اللي كل هدفه في النادي في حياته ان النادي الاهلي يقع، ان النادي الاهلي يتعثر، ان النادي الاهلي يشوفه عدم في الكره المصريه. يستضيف واحد، اي واحد نكر، المهم انه يشتم النادي الاهلي على السوشيال ميديا او بيعمل فيديوهات او يعني امثال احمد عيد، ابو دان، امثال الصفتي، امثال ابو لمعه الدردير، ابو اي حد، اي حد يشتم النادي الاهلي، الواد ابو جاموسه ده اهو شوقي التعيس، اي حد يقل على الادب وعلى النادي الاهلي بيصطدم. وهم الخمس اسئله والله اربع اسئله المتكررين اللي بيقولهم من 20 سنه. كابتن ايمن مصطفى يونس قال نادي الاهلي اكبر مفسده في التاريخ، ايه رايك في الكلام ده يا كابتن؟ انت شايف ان النادي الاهلي بيحصل بتاريخه وبشرف على البطولات؟ طب انت شايف هل النادي الاهلي بيحصل على الدوري من خلال بره المستطيل الاخضر زي ما قال عدل القيعي؟ انت شايف ان حسن حمدي وكاله الاهرام هما السبب في طب اللعيبه الاسماعيلي؟ ما بيقولش، خلاص ما بيقولش غير كده. طلع علينا بقى بافتكاسه جميله وجديده، فعلا جديده. ايه الافتكاسه دي؟ اقول لك. طالع بيخاطب السيسي علشان يوقف النادي الاهلي عن حصوله على الدوري عشان يديه لنادي الزمالك، وبيقول للسيسي ان حضرتك وحضرتك وحضرتك وايه اللي انتوا عارفينه في المجال، ان هو بيفرش فرشه كده عشان يتكلم. راعي الرياضه والرياضيين وراعي الاخلاق والفضيله والكلام ده كله. كل ده كلام جميل وحلو خالص، ولكن مال رئيس الجمهوريه ومال النادي الاهلي ومال نادي الزمالك وعايز يخلق تنافسيه في الاجواء، وانه بيخاطب السيسي ان وقف النادي الاهلي عن البطولات اللي بياخدها، او بيرمي كلام ان النادي الاهلي بيتجامل، النادي الاهلي الاتحاد الكره بيديله الدوري، ان التحكيم بيبقى مع النادي الاهلي، عكس ما بيحصل تماما ضد النادي الاهلي، وبيحصل العكس مع نادي الزمالك، ان نادي الزمالك هو اللي بيجامل، هو اللي بياخد نقط ببلاش، وهو ضربه الجزاء وطرد والخ الخ الخ. فاللي انا عايز اقوله لكم يا جماعه حاجه واحده بسيطه قبل ما نسمع الفيديو، انا هقول ان احمد جمالات وخالد فطوطه خلقوا علشان يزرعوا الفتنه، دول اهل الشر الحقيقيين في الوسط الرياضي. المفروض الناس دي توقفت كام مره، وبرده بترجع تقل ادبها اكتر من المرات اللي فاتت. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف خالد احمد جمالات قال ايه واختاروا لرئيس السيسي عشان يوقف النادي الاهلي عن البطولات، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. وما تنساش تعمل لنا شير للفيديو على اكونتك على الفيس او على اي جروب اهلاوي انت بتحبه. يلا نطلع ونسمع احمد جمالات قال ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. طبعا طول الوقت في ناس بتعرف تعمل المقالب دايما اللي انا بقول عليها انها مقالب او الالعاب القذره عند البعض، والناس على فكره عارفه مين هو او مين هم ومين بيعمل ايه ومين بيهاجم مين ومين، انتوا عارفين كل حاجه. الموضوع مش محتاج ان انا اوضح، لان زي ما هو صاحبنا اياه دوت او اياه او اياه او اياه عشان برضو يبقى الكلام زي ما هو بيلعب في الضلمه، فانا مضطر ان انا اتكلم برضو زي ما هو بيلعب في الضلمه، فاتكلم برضو بالايحاء، ما اتكلمش مباشره اقول ايه فلان الفلاني، انما فلان الفلاني مصر كلها بتبقى عارفه مين هو فلان الفلاني. النهارده مصر الحمد لله مع دوله فتيه وقويه، مع طبعا رئيس وكبير العائله وكبير الامه المصريه طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتير من مناحي الحياه في مصر بتتغير، وامنيه اللي بيحبوا البلد وهم طبعا بالملايين امنيتهم اللي بيحبوا بقى الرياضه كمان، ان الامور في الرياضه تتغير والامور في الكوره تتغير. مش لمصلحة حد ان احنا نقول ان النادي الاهلي ويظل هو النادي الاول والمهيمن والمسيطر و و و و و
ثم تأتي باقي الأندية. هتقول لي انت بتتكلم الكلام دوت بصفتك ان انت اعلامي في قناه الزمالك ولا اعلامي في قناه الحدث اليوم ولا بتتكلم باي لسان؟ انا بتكلم بلسان واحد مصري بحب البلد. من وجهه نظري اعتبروني واحد بشوف من وجهه نظري ان التنافسيه والمنافسه ما بين الفرق في مصر امر اصبح مطلوب واصبح حتمي. النهارده حد يقدر يقول لي مين كان يكسب النهارده انجلترا ولا الدنمارك؟ حد يقدر يقول مين يكسب ايطاليا ولا اسبانيا؟ حد كان يقول ان فنلندا تكسب الدنمارك في اول المباراه مثلا؟ يعني الحكم اللي شايفه بيحسبه، اللي شايفه بيحسبه، حكم الفار اللي شايفه بيحسبه، الاتحاد الاوروبي اللي هيكيل بمكيالين، الاتحاد الاسيوي النهارده الفوارق ما بين البطوله الاسيويه وبطوله افريقيا، ومحدش يزعل مني انا مش بقلل من بطوله افريقيا الا عشان برضو بعض الاهلي يقول لك ايه اصل انت عشان الاهلي لا بيلعب في النهائي وكسب الزمالك في النهائي. لا النهارده ما تقارنش ما بين الهلال السعودي واتحاد جده والفرق الكوريه والفرق اليابانيه والفرق الاماراتيه والفرق القطريه، وتيجي تقول لي ثلاث اربع فرق هو اللي بيلعبوا كل سنه شامبيونز ليج بيلعبوا قبل نهائي ونهائي، وتقول لي ونفس الاسماء اللي بقى لها ثلاث اربع سنين في الوداد هي اللي لسه في الترجي هي اللي لسه في الاهلي هي اللي لسه في الزمالك، وتقول لي اصل مش زي زمان البطوله الافريقيه كانت بتتاخد بشكل او باخر بعد منافسات صعبه جدا. سمعنا فاصل من الهبد والهري والخلل، مال رئيس الجمهوريه ومال النادي الاهلي ومال اتحاد الكوره ومال المنافسة وقتل المنافسة وانت راعي الرياضة وما ايه يا عم في ايه يا عم؟ ما تفوز بمجهودك وبتعرف في الملعب، مالك ومال رئيس الجمهورية ومالك ومال النادي الاهلي وعمال تلقح كلام على شوبير؟ يا عم انضف بقى، انت لحد انت هتفضل الغل واكلك انت انت وخالد فطوطة لامتى؟ هو احنا ما وراناش غيركم؟ عايزين ننتبه ننزل اخبار عن النادي الاهلي، ننزل اخبار عن تعاقدات النادي الاهلي، الصفقه اللي بيحكي عنها موسيماني، فاضيين كل يوم والتاني نجيب احمد جمالات وخالد فطوطه وبودان والصفطي والواد الاحمد اسمه ايه ده؟ شوقي التعيس، في ايه؟ احنا ما وراناش غيركم. ما عندناش غيركم. بقيه النادي الاهلي اللي بقى بقوكم بتستغيث بالسيسي علشان الزمالك ياخد الدوري، يا راجل عيب عليك وعمال تقول انجلترا وهولندا وبولندا وايسلندا وحد يقول ان ده والفار ده الفار الزمالك كان بيلعب بيراميدز دونجا مش عارف ولا مين كان ايده جوه بطنه كده ايده جوه بطنه كده يعني لو ايده مش موجوده والكره جت كده في بطنه الكره هتدخل جوه بطنه عصبته الكره مش هتخرم بطنه وتعدي الناحيه الثانيه الفار حسبها ضربه جزاء لنادي الزمالك حاجه ضد القانون حتى ياسر عبد الرؤوف قناه الزمالك قال ان الكره دي ما تتحسبش راح خالد فطوطه قال له ازاي يا كابتن ما تتحسبش مش لمسه يد عامل لها كده ويعمل ازاي خالد فطوطه عامل لها كده كده يا كابتن عامل لها كده قال له لا الكوره اللاعب ايده في جسمه لو شال ايده الكوره هتظبط في بطنه مش هتيجي مش هتعدي للاعب الزمالك قال ضربه جزاء غير مستحقه للزمالك قال لا 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 مش معاك يا كابتن دي وجهه نظرك القانون ما فيهوش وجهه نظر يا ابني القانون قانون بيطبق مفيش حاجه اسمها وجهه نظر الحكم لا وجهه نظر الحكم في ايه؟ تبقى مثلا لمسه اليد في خارج المنطقه غير لمسه اليد داخل المنطقه لمسه اليد خارج المنطقه يعني لو كره زي كده اهو وجت في ايده هتتحسب ايه خارج المنطقه؟ هتتحسب برضه بنفس القانون اللي داخل المنطقه هو خالد فطوطة اللي بيحكي بيقول قانون بره خارج المنطقة غير داخل المنطقة مش أنا اللي بقول. فخالد فطوطة وأحمد جمالات خلقوا عشان يزرعوا فتنة، أهل شر في الرياضة المصرية. بيسترزقوا وبياخدوا فلوسهم بسبب زراعة الفتنة دي وزراعة الكراهية. لو خالد فطوطة وأحمد جمالات ما اتكلموش في زراعة الفتنة وزراعة الكراهية لا هيجيبوا مشاهدات لا هيطلعوا ترند لا اي حد هيطلع يجيب سيرتهم لو اتكلموا عن ناديهم فقط ما حدش هيكلم فهم ناجحين في الحته دي حتى احمد الطيب قال له ما كانش في داعي ان انت تخلي محمد صلاح لاعب نادي الزمالك السابق يغلط في فاروق جعفر انت شاطر في الحته دي بتخلي اللي قدامك يسخن احمد الطيب اللي قال له كده تخلي اللي قدامك يسخن علشان قال له طب ايه رايك مين افضل
كابتن خطيب ولا مرتضى منصور في الاداره؟ قال له هستفاد ايه من الاجابه على السؤال ده؟ برغم ان هو احمد طيب غلاوي ويعني الاهلاوي ما بيحبوش، ولكن وقف عند وقف احمد جملات عن الحته دي. قال له انا استفاد ايه؟ قال له طب ايه رايك؟ مين نادي القرن؟ نادي الاهلي ولا نادي الزمالك؟ عشان هو عارف الحقيقه وما يقدرش يخادع. راح قال له هستفاد ايه حاجه من 20 سنه جاي انت بتحكي فيها دلوقتي؟ النادي الاهلي بطل القرن بناء على التصنيف الفيفا اللي حط نقط، اللي بالمناسبه هو نفس التصنيف او نفس يعني اجراءات الحصول على بطل القرن بنفس نظام النقط. روح يا عم اعترف، قول لهم لا ده احنا عايزينها بالبطولات والتسعه اكبر من السبعه والعرض بتاعكم ده. ما تروح قول له حد عارف يمكن بعد 20 سنه ولا 30 سنه الزمالك يحصل بطولات كتير ويقول لك انا خدت الاكثر تتويجا في القرن الحالي. فخالد فطوطه واحمد جمالات يعني عندهم ما عندهمش ماتيريال يشتغلوا عليه، ما عندهمش ماده اعلاميه يشتغلوا عليها، فقط هم هم بالكلمتين. مصطفى يونس قال، تركي الشيخ قال الساعات، مش عارف ايه، ما تكلموش عن النادي الاهلي بطل افريقيا. النادي الاهلي حصل على برونزيه كاس العالم، ما يقولوش الناس ان النادي الاهلي بطل السوبر الافريقي، ما يقولوش ان النادي الاهلي قريب ان شاء الله من الدوري وبينافس، ولو حصل النقط بتاعته هيتساوى مع نادي الزمالك وهيبقى نشوف بقى الاهداف والمواجهات المباشره ومين افضل وهل الزمالك ممكن يقع ولا ما يقعش. لا ما يتكلموش في حاجه مفيده، يروح يخاطب السيسي وكان نادي الزمالك يعاني مظلوم وبيعاني. النادي الزمالك في كل مباراه بياخد طرد وضربه جزاء، طرد وضربه جزاء، والفار معاه والدوله معاه والتحكيم معاه والوزير الرياضه معاه وكل الدنيا معاه، بس يطلعوا. والدليل على كده الجرجير لما طلع في الكلاب هاوس وقال احنا بنعمل نفسنا مظلومين عشان ناخد حق اكتر من حقنا وحق مش بتاعنا، بقى ايه تاني يتقال؟ فاللي انا عايز اقوله احمد جمالات رئيس الدوله مش فاضيلك ولا فاضي لهبلك ولا فاضي لنادي الزمالك اللي لو وروا له شرايط وقالوا له هو ده الزمالك، ايه رايك مين اللي بيتجامل الاهلي ولا الزمالك؟ هيقول لهم الزمالك هو اللي بيتجامل، واتحاد الكره المفروض يعاقب لمجامله الزمالك بشكل مستمر وان النادي الاهلي بيتظلم. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس واختاروا كل الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد بينزل على قناتنا وقناه الاهلاويه على اليوتيوب. دعمك بالمشاركه للفيديو بتاعنا مهم جدا، اعمل لنا مشاركه للفيديو على اكونتك على الفيس او على اي جروب اهلاوي انت بتحبه. بشكركم مره واثنين وثلاثه و10، كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.